سمع الله لمن حمده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، 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 اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم وفقنا لأمر الدنيا والآخرة، اللهم وفقنا لأمر الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا وسائر أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم اجعلنا من الذين وفقتهم لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا من الذين وفقتهم لقيام ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الوباء والأمراض والأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.